السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 2 او الصف الثاني الابتدائي، سكند تيرم او تيرم 2 الترم الثاني. وكنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية بيج 32 او صفحة 32، والنهاردة هنشرح page 33 او صفحة 33. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. page 33 عنوانها planning a commercial. planning يعني تخطيط، a commercial commercial اعلان تجاري. وكنا عرفنا المرة اللي فاتت وقرينا مع بعض الكوميرشال اللي عمله حسام ونور واخوها سمير، وكان الكوميرشال ده بخصوص هرجادة او مدينة الغردقة زي ما احنا عرفنا المرة اللي فاتت. فهنا بيقول لنا work with your team، work اعمل with your team مع الفريق بتاعك، to create a radio script، to create لتنشئ a radio script يعني نص هنقوله على الراديو. think about فكر فيه، and agree on answers واتفقوا على اجابات، to the questions below، to the questions below للاسئلة الموجودة بالاسفل. فالمفروض ان احنا هنتقسم في الكلاس روم لتيمز او لفرق ومجموعات. كل تيم او كل فريق هيعمل كوميرشال او هيعمل اعلان تجاري، والمفروض كمان ان كل تيم هيختار سيتي او مدينة هيتكلم عنها في الكوميرشال بتاعه، زي ما شفنا حسام ونور وسمير لما عملوا الكوميرشال بتاعهم عن هرجادة او مدينة الغردقة. فهنا بيقول لنا What is the name of the city؟ What is the name of the city؟ يعني ما اسم المدينة اللي انت هتعمل لها الكوميرشال بتاعك؟ ففي مدن كتيرة يا اصحابي ممكن نعمل لها الكوميرشال اللي احنا هنختاره. فانا مثلا اخترت لوكسور او مدينة الاقصر، فهنكتب هنا لوكسور، لوكسور او مدينة الاقصر. وطبعا اللي ما يعرفش مدينة الاقصر يا اصحابي هي مدينة مصرية جميلة جدا، فيها اثار كتيرة جدا بيجيلها السواح من كل انحاء العالم، وفيها كمان معبد الكرنك، معبد كبير موجود من ايام الفراعنة. المكان هناك رائع جدا، فانا هتكلم عن لوكسور او مدينة الاقصر. تاني حاجة بيقول لنا What are the important ideas you want to present؟ يعني ما هي الأفكار الهامة، important هام ideas آراء أفكار، you want to present أنت عايز تقدمها. فمثلا أنا هقول visiting Luxor زيارة الأقصر، visiting Karnak Temple زيارة معبد الكرنك. دي الافكار اللي انا عايز اقولها في الكوميرشال بتاعي. تالت حاجة بيقول لنا What is happening، ماذا يحدث in your commercial، in your commercial في الاعلان بتاعك. فبيقول لك مثلا Are you in the city، هل انت موجود في السيتي دي، انت موجود في المدينة دي، ولا planning to go to the city، ولا انت بتخطط ان انت تروح المدينة دي. فأنا مثلا هقول I am in the city، أنا موجود في مدينة الأقصر دلوقتي، I am in the city، أنا موجود في المدينة. رابع حاجة بيقول لك What descriptive words، descriptive يعني وصفي يعني تصويري، الكلمات اللي انت هتوصل بيها الصورة، هتوصف بيها الصورة، should you use اللي انت هتستخدمها to help audience، to help audience علشان تساعد audience المستمعين، الناس الحاضرين المستمعين اللي بيسمعوا الكوميرشال بتاعك، see علشان يشوفوا what you are doing انت بتعمل ايه. فلازم نستخدم descriptive words او كلمات تصويرية، كلمات وصفية نوصف بيها احنا بنعمل ايه علشان الاودينس او علشان المستمعين علشان الحاضرين يتخيلوا الاعلان بتاعنا بيتكلم عن ايه. فمثلا انا هقول visiting، visiting يعني زيارة، دي اول descriptive word. تاني حاجة مثلا هقول enjoy، enjoy يعني يستمتع. تالت حاجة مثلا هقول to see، to see لترى. رابع حاجة مثلا هقول to know، to know لتعرف.
كل الكلمات دي هتساعد الاودينس او المستمعين ان هما يتخيلوا ويسمعوا ويركزوا في الكوميرشال او في الاعلان التجاري بتاعي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 34 او صفحة 34، ولسه بنكمل مع بعض البلانينج كوميرشال او التخطيط بتاع الاعلان التجاري بتاعنا. How will you begin؟ كيف انت سوف تبدأ؟ and end، وتنهي the script. The script النص اللي انت بتقوله. فمثلا انا هقول ايه يا اصحابي؟ اول حاجة مثلا في البيجينينج هقول hello everyone this is حسام، وهكمل السكريبت بتاعي بشكل عادي. يبقى hello everyone this is حسام، وهتكلم عن لوكسور او مدينة الاقصر زي ما قلنا من شوية. طب وفي الاند هقول ايه؟ في الاند هقول goodbye everyone. goodbye everyone يعني الى اللقاء جميعا، يعني باي باي، مع السلامة. وفي السؤال السادس يا اصحابي بيقول لنا who will take each part. who will take each part يعني مين هياخد كل جزء من الاجزاء بتاع الكوميرشال بتاعك. انتوا طبعا اتقسمتوا تيم زي ما اتفقنا، فالتيم ده مثلا بيتكون من ايه؟ 3 members زي ما قلنا المرة اللي فاتت، او 3 اعضاء او اكتر. فمين هياخد كل جزء او each part؟ فمثلا انا I am speaker number one. speaker number one او المتحدث رقم واحد. وهنكتب اسم من اتنين من اصحابنا، مثلا احمد speaker number two، ومونا مثلا speaker number three، وهكذا. فانتوا هتكتبوا اسماء اتنين من اصحابكم كأنهم speaker number two و speaker number three، وهنقول I am speaker number one او المتحدث رقم واحد. ممكن تغيروا في الاجابات طبعا زي ما اتفقنا، مفيش اجابة نموذجية، المهم نبقى عارفين ازاي بنجاوب على السؤال. واخر حاجة بيقول لنا how will you work together، كيف انتم سوف تعملون مع بعض، to write، لتكتبوا your script. your script النص بتاعكم. ومديك هنا options. options او اختيارات. اول حاجة بيقول لك each student، كل طالب، writes، يكتب his or her own lines. his or her own lines يكتب السطور الخاصة بي او بيها. في الاوبشن بي بيقول لنا everyone، كل واحد، writes، بيكتب together، مع بعض، بنكتب كلنا مع بعض، at the same time. at the same time في نفس الوقت، كلنا بنتجمع ونكتب السكريبت كله مع بعض. وأوبشن سي بيقول لنا one student، طالب واحد، write one line، يكتب سطر واحد، then the student، وبعد كده ال student التاني، to the left، اللي بعد منه، اللي جنبه، write the next، write the next، يكتب الإجابة أو السطر اللي بعد منه، and so on، وهكذا. فأنا طبعا يا أصحابي من رأيي ان option number B او الاختيار رقم 2 ده هو افضل حاجة، ان احنا نتجمع كلنا مع بعض ونكتب السكريبت كلنا مع بعض علشان نتفقين على الافكار كلنا بشكل سليم. فنختار option number B اللي هو everyone writes together at the same time. هنختار option number B ده اللي هو انا شايف ان هو احسن واحد. لو حد شايف اجابة تانية كويسة ممكن يختارها بشكل عادي خالص، المهم نبقى فاهمين السؤال بيقول ايه. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 35 او صفحة 35، وعنوانها our commercial، الاعلان التجاري بتاعنا، page 1 الصفحة رقم 1. فبيقول لنا هنا write your script، اكتب النص بتاعك، make certain، خليك متأكد، everyone، ان كل واحد، on your team، في الفريق بتاعك، writes، بيكتب the same words. the same words نفس الكلمات اللي انتوا كاتبينها مع بعض. زي ما قلنا لازم كلنا نبقى عارفين الكلام اللي احنا نقوله يبقى كلنا كاتبينه بنفس الشكل علشان لما نيجي نعمل الكوميرشال بتاعنا يطلع شكله سليم. فاول حاجة زي ما قلنا هنقول hello everyone this is حسام. hello everyone this is حسام، ازيكم كلكم، انا حسام. فمثلا هنتخيل ان معايا two students تانيين او طالبين تانيين هما التيم بتاعي. فاول student هو عبد الله، وتاني student هو عبد الرحمن. فاول حاجة عبد الله هيقول hi everyone
We are in Luxor. Hi everyone, ازيكم يا جماعه؟ We are in Luxor. احنا في الاقصر. فعبد الرحمن هيقول Hi everyone, we are enjoying the weather here. احنا بنستمتع بالطقس هنا. فانا هقول The weather here is sunny and it's hot in the day and it's warm in the night. يعني الطقس هنا مشمس، هو حر بالنهار ودافئ بالليل. فعبد الله هيقول We are enjoying watching the monuments. احنا بنستمتع بمشاهدة الـ monuments او الآثار. فعبد الرحمن هيقول especially الكرنك temple او خصوصا معبد الكرنك. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 36 او صفحة 36، ولسه بنكمل مع بعض الكوميرشل بتاعنا. our commercial page 2 او الاعلان التجاري بتاعنا صفحة 2. فبيقول لنا هنا write your script, make certain everyone on your team write the same words، او تأكد ان كل واحد فريق بتاعك كاتب نفس الكلمات. فلسه بنكمل مع بعض. فانا بقى هقول come visit Luxor، تعالوا زوروا الاقصر. to see monuments، لتشاهدوا الاثار. and to know more information about your history، علشان تعرفوا معلومات اكتر عن الهيستوري او عن التاريخ بتاعكم. and you will enjoy the weather here، وانتوا كمان سوف تستمتعون بالطقس الجميل هنا. وفي الاخر هقول لهم at the end goodbye everyone، في النهاية الى اللقاء جميعا. وبكده نكون انهينا السكريبت بتاع الكوميرشل بتاعنا. نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 37 او صفحة 37، وعنوانها trip planning journal. trip planning journal، احنا عرفنا ان journal يعني كراسة يعني كراس، planning يعني تخطيط، وtrip يعني رحلة. فهنا trip planning journal يعني كراسة تخطيط الرحلة. فهنا بيقول لنا listen، استمع to each group، to each group لكل فريق لكل مجموعة. present، بيقدموا their radio commercials، their radio commercials بيقدموا الإعلانات التجارية الخاصة بالراديو بتاعهم. use these symbols، استخدم الرموز دي. to record، لتسجل. what the weather is like، كيف يبدو الطقس. in each city، in each city في كل مدينة من المدن اللي هيتكلم عنها الجروبس دي. فطبعا احنا اتقسمنا في الكلاس روم لجروبس او لتيمز، زي ما قلنا من شوية كل تيم هيتكلم عن سيتي او عن مدينة. فهنا جايب لنا تيبل او جدول في اسماء بعض السيتيز الموجودة في ايجيبت، بلدنا الحبيبة مصر. ومدينا السيمبولز اللي احنا خدناها قبل كده، الصاني يعني المشمس، الكلاودي يعني الغائم اللي ملبد بالغيوم، الريني الريني اللي هو ممطر في مطر كتير، والويندي الويندي اللي هو عاصف او مليء بالرياح. فهنا بيقول لنا cities along the Nile، المدن على طول نهر النيل. وهنا بيقول لنا weather، weather يعني الطقس. وهنا بيقول لنا distance from hometown، distance يعني المسافة. from hometown من المدينة اللي احنا موجود فيها بيتنا. وبيقول لنا هنا sites to see، sites to see مواقع المفروض ان احنا نشوفها في كل مدينة من المدن دي. فاول حاجة بيقول لنا هنا اسوان، اسوان طبعا هي مدينة موجودة في ايجيبت بلدنا الحبيبة مصر. واسوان الوزر بتاعها sunny، فهنحط هنا السيمبل بتاع sunny. distance from hometown او المسافة من المكان اللي موجود فيها البيت بتاعك. فطبعا انا في كايرو، فهقول 870 كيلومترز او 870 كيلومتر. طبعا تقدر تعمل سيرش عن المسافة بين اسوان والمدينة اللي انت موجود فيها لو انت موجود في مدينة تانية غير كايرو او غير القاهرة. sites to see، هنقول مثلا هنا ابو سمبل تمبل، ابو سمبل تمبل او معبد ابو سمبل، ده معبد موجود في اسوان من ايام الفراعنة. مكان هناك جميل جدا، تقدر تتفرج على الاثار هناك. طب تاني مدينة الفيوم، الفيوم هي مدينة مصرية جميلة برضو. الوزر فيها ممكن يكون كلاودي شوية او غائم حبة.
طبعا هنقول ال distance from hometown. ال distance from hometown أو المسافة ما بين الفيوم والمدينة اللي أنا بيتي موجود فيها 101 كيلومتر أو 101 كيلومتر. وطبعا sites to see أو المواقع اللي ممكن نزورها في الفيوم، طبعا ممكن نزور وادي الريان. وادي الريان هو مكان موجود في الفيوم تقدروا تستمتعوا فيه بالطبيعة الجميلة الخلابة، مكان مليان مناظر طبيعية جميلة جدا، فده تقدروا تزوروه وانتوا في الفيوم. طب تالت مدينة هي أسيوط. أسيوط طبعا الوزر فيها ويندي أو في رياح شوية، والديستنس فروم هوم تاون المسافة بينها وبين كايرو حوالي 75 كيلومتر أو 75 كيلومتر. وطبعا سايتس تو سي أو مواقع ممكن نزورها واحنا في أسيوط، هنقول هنا مثلا أليكسان بالاس. أليكسان بالاس أو قصر أليكسان ده قصر كبير جدا كان بتاع باشا موجود في أسيوط اسمه أليكسان باشا. القصر ده جميل جدا وكبير وضخم، تقدروا تتفرجوا عليه وانتوا في مدينة أسيوط. رابع حاجة الجيزة. جيزة أو محافظة الجيزة، طبعا احنا عارفين ان الجيزة الوزر فيها صاني أو مشمس. الديستنس اللي بينها وبين كايرو حوالي 5 كيلومتر أو 5 كيلومتر. طبعا sites to see أو مواقع ممكن نشوفها هي البيراميدز أو الأهرامات، وفي طبعا في سفنكس وفي أماكن تانية كتير، فنكتب هنا بيراميدز أو الأهرامات ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 38 أو صفحة 38 ولسه بنكمل مع بعض التريب بلاننج جورنال أو كراس تخطيط الرحلة. وبيقول لنا هنا ألكساندريا أو محافظة الأسكندرية. طبعا ألكساندريا الوذر فيها ريني، بيبقى فيها أمطار كتيرة جدا في الشتاء طبعا زي ما احنا عارفين. الديستنس فروم هوم تاون المسافة بين الأسكندرية والقاهرة حوالي 218 كيلومتر. طبعا سايتس تو سي، طبعا ممكن نقول هنا ألكساندريا لايبراري أو مكتبة الأسكندرية، مكان رائع جدا ومكتبة عالمية زي ما احنا كلنا عارفين، مكان ضخم جدا وممكن كمان تشوف حاجات تانية كتير، فنكتب هنا ألكساندريا لايبراري أو مكتبة الأسكندرية. وهنا سايب لنا أماكن فاضية لو في سيتيز تانية أو مدن تانية انتوا حابين تضيفوها وتكتبوا الانفورميشن بتاعتها أو المعلومات بتاعتها، تقدروا تسجلوها في الحتة دي. وفي الآخر خالص مكتوب My hometown وهنكتب هنا اسم المدينة اللي احنا فيها، فأنا هنا في كايرو فهكتب هنا كايرو. الوزر فيها sunny مشمس. طبعا distance from hometown طبعا 0 كيلومتر أو صفر لأن هي موجود فيها البيت بتاعي. و sites to see أماكن ممكن نشوفها في كايرو، مثلا ممكن نكتب هنا كايرو تاور أو برج القاهرة زي ما عرفنا المرة اللي فاتت. وكده نكون أنهينا page 38 أو صفحة 38 وأنهينا معاها درس النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس، لو أعجبك الدرس اعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.